تابعين بحلقتنا لليلة وهلا عايشين على كيفهم. فنان عايش على كيفه، بغني على كيفه وبيعمل حفلات على كيفه، حر ومش مقيد لا بشركة إنتاج ولا بمتعهد. رحبوا معي بالصديق جو أشهر. حبيبي يا جو. تمام. We're glad you came, جو أشهر. أهلا وسهلا فيك حبيبي بيير. بونسوار، كيفك؟ لوك جينز وما جينز، خلص من وحي الاجواء ومن وحي ضيوفك المهضومين الكاجوال، كمان بدك تكون مثلهم انت. انت كل اغانيك كاجوال ولا اغانيك بتروح اوقات شوي على الجد وال حسب ولا بتفضل ضلك حسب الموضوع اللي عم بغنيه، حسب الفكره اللي عم بقدمها، بطلع باللوك اللي لازم اكون موجود فيه. يعني الغنيه الشبابلكيه فيها شويه صياعان، شويه روشنه، و بدي يكون فيها كاجوال. الغنية لازم تكون كلاسيك، لازم يكون انا كمان شوية كلاسيكي. و روشنة كلمة مصرية ولا لبنانية؟ روشنة مصرية بعتقد. مصرية؟ بس كثر زياراتي هالفترة على مصر صاير عم بضلك بمصر. ها؟ ايه اخر فترة حفلات بمصر؟ حفلات وبروجرامات وشوية تصوير واغاني والى اخره يعني. طيب خلينا نشوف كليب اللي جابه دغري من بعدها بنكمل حديثنا. هذا اجد كليب لك؟ هذا اخر كليب لالي، نزل قبل رمضان في شيء اسبوع. نعم. وان شاء الله هلا على العيد كمان بنرجع بنشوفه اكثر بنركز. خلينا نتابعه سوا. يا مصر هيك مبين. ايه مصر الخمسينات كله عم يتسمعوا لك. الخمسينات ستينات. ايه خمسينات ستينات. ايه ايام الاسود وابيض. مزبوط. طب جو فيها شويه غرور هيدي؟ لا بالعكس ابدا. لا فيها نوع انه عم ترجع تعمل فلاش باك لورا، عم ترجع ترجع العالم تمثلهم مشاعرهم شوي. بتعرف هذا بسموه العصر الجميل. كنت تتمنى تكون عايش بزمنه؟ اكيد يا ريت يا ريت. هذا الزمن هذا برايي انا وبرايي العالم كله انه هذا احلى زمن وارقى زمن فنيا خاصه. مين كنت تختار منهم يشكك فيديو كليب بوقتها؟ يعني انا على فكره نجمات الزمن الاسود كنت بتمنى ان يكون موجود بهديك الحقبه بهديك الفتره. نعم. بس اذا بدي اتمنى اكيد التمني شكرا التمني تحقق والحلم تحقق. يعني هلا انوجدت بيناتهم كلهم. احسن 100% احسن من هيك ما بقى يصير. ما فتت بقصه الرايتس انك تستعمل وجوه ستارز قديمين؟ لا اكيد 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 بتدفع حقهم ولا فيك تستعملهم اذا اقل من عددهم؟ اكيد انشغلت بالاطار القانوني ومن ضمن ما نحن بنقدر نتصرف. يعني في ثواني معينه ما بتقدري ما فيك تتخطيها. ما بتقدري تتخطيهم لكل ممثل لأنك موجود لانك عم تستعمل شهره انه عالم كثير كبار. عرفت فكره مين؟ فكره مين هيدي المخرج ياسر سامي، مخرج مصري ومعروف اكيد ومشهور هو وشاطر يعني وعنده بهالقصص هيدي شاطر بيعرف كيف. اريح شيء تكون انت منتج اعمالك، يعني ما يكون عندك شركه انتاج تفرض عليك. هي مش اريح، هي اريح تكون انت يعني انت بتصرفاتك حر تعمل اللي بدك اياه. بس تعيب شوي على الجيبه. هالنوستالجي اللي عندك اياها هلا انت بين ما بلشت بلبنان لليوم كله طلوع وانشهرت
كل المستويات. انت بتعرف من احنا وصغار بعرف يعني. من وقت ما بلشنا لهلا عندك نوستالجي شخصيه؟ فينا نقول من كم سنه تقريبا. مالي انت مشبشب شو بدك اصلا الشايبه هي بتترجم يعني. عندك نوستالجي لاول ايامك؟ اول أكيد. ايام الون مان شو اكان من ناحيه الاغاني الاحلى كانت عن هلا اجمالا اكيد بالمطلق. اكيد كل شيء قبل والجو كل شيء بعدني عم بقول انه كل شيء قبل كان احلى وانا بتمنى كنت لو خلقت بهديك الفتره الاغاني كانت احلى الموسيقى كانت احلى الناس كانت اطباعهم ونفسياتهم كان برضو أحلى, احلى من هلا الذوق كل شيء كان احلى. شو سبب غيابك كل هالفتره عن الشاشه مع انه العالم بتموت فيك بلبنان وخارج لبنان؟ ليك بتعرفي انا بعتبر انه الافيلابيلتي يعني انه يكون الواحد كثير بمتناول للناس مثل يعني القليل كثير مثل الكثير كثير. بفضل اني اخذ الاطلالات يعني بنقيهم على الطبليه بنقيهم يعني مثل مع خينا بيير مثلا معكم اطلاله حلوه الواحد بيكون مبسوط فيها بيعرف انه الناس بتحضر هالبرنامج هيدا بفضل اطلالات وانت مزين هيدا البرنامج جو بتعرف وجودك هيدا الشيء. بس على سيره الاطلالات جو اذا بدنا نتابعك من اول ما بلشت لهلا غير اكيد في ايفولوشن كثير بالاغاني وبنوع الاغاني والستيل وهيك بس في ايفولوشن بتاخذ العقل بالستيل للتياب تبعك هون اول شيء هي شو لبس اول شيء على الشوميز هاي شميز هاي لا فوقها هاي ايه هي جاي من عند اشتكيها من عند ربنا كثير كثير شفنا في تغير بستيلك بستيل لبسك بدي اعرف هون في عندك ستايلست بلبسك انت بتشتغل على المود تبعك تيابك فيري ترندي بصمه جريس فيري ترندي ايه جريس لها دخلي هون بالموضوع خليني اقول لك انا صراحه بدي اقول لك انه انا الاشياء اللي انا ما برتاح فيها التياب اللي انا ما برتاح فيهم ما بلبسهم يعني عندي خزانتي صار عندي ببيتي تقريبا بوتيك تياب لانه بشتري اشياء بكون شايفهم على الفيترين او بالمحل بشتريهم شيء وبس البسهم بالبيت واطلع على مرايتي انا اللي انا برتاح لما بشوف حالي عليها فيها بلاقيهم مش انا فما بلبس الا الشيء اللي انا بريحه عصيره الكاجوال انت يو ار ا فيري كاجوال بيرسون يعني حتى مع العالم وهيك ما انه ما قصدي بطريقه مش حلوه بس ما بتحس هيدا الستار الان ابروتشبل العالم بتحس انه فيها تقرب فيها تحكيك عادي المأساة بتعرفي المأساة عندي وين؟ وين لما بيكون عندي عرس كمان او اطلاله ايه. مجبور كون لابس فيها بدله كرافات اول شيء مش وارده عندي لا باعراس ولا باطراح ولا بشيء الكرافات مش موجوده بقاموسي ايه البدله بتايدني كثير بحس بتسيطر علي فيزيكلي وبتسيطر علي مورالي يعني. انا كان سؤالي اكثر اذا بدك استراتيجيك انه حتى اكيد الكاجوال حتى يعني حتى انت وباغانيك وبكليباتك بالكاركترات اللي بتلعبها بتبين كانك انت حدا عم بيتسلى يو جست هافينج فان مش كانه كله مدروس لانه ضل عنده نايت كلوب وضل عم بغني للعالم مش بس هيك لانه طبعي هيك وبعدين برجع بقول لك انه البدله بتايدني بطل بطبيعتي بصير بحس حالي والعالم حبتك لانه قراب قراب قريب من الناس منك يعني انت قريب من الناس جو خبروني انه عم تفتح هلا شركه وبدك تعمل ايفنت كبير وتكرم حالك انه قويه مضبوط لا سؤلت من احد الاصدقاء الاعلاميين انه جو طب انت اذا كرمت او في لنقول مؤسسات معينه عم بتكرمك انت بتكون مبسوط قلت له اكيد بكون مبسوط قال طب واذا ما تكرمت اذا ما حدا كرمك يعني وعمل لك قلت له ما شو الماكسيموم يعني بعمل شركه بكرم حالي بس بدنا نرجع بس باي جنس باي كاتيجوري اي فئه اكيد عم نحكي عن الفنان الشباب لك ستايلش لا بدنا نرجع بس نتأكد على الستايل وكل شيء ومنشوف بالكليبات تبعولك دائما في شيء سكس ابيل يعني بتضل هيدي اندر جراوند كوميرشلي بتزبط وكل شيء بس مش. انت شو برايك بالسكس سيلز؟ شيء مهم كثير هو اكثر شيء ببيع هيدا فاهم اللعبه من زمان هو بكل عندي هيدا البارت انا شوي محدود بس مش هو الاتكال عليه 100% لا اكيد ما بس عم نحكي اذا بدك تحكي بالسوق العالمي اكثر شيء ببيع هو مزبوط جرن الكبه كان يعني محدود شوي يعني بس بالرفران مع العلم مع العلم بيير بجرن الكبة أنا يعني الموضوع لما قريته حسيت إنه رح يصير في نقد على الرفران على كلمة شيلو ولو وزنه 100 كيلو قصدت بالفيديو كليب حكيت مع خينا ميشيل بوسليمان
قلت له ميشيل خلينا نعمل شيء انترودكشن مهضومه تنفسر للعالم شو هي الفكره، لانه في ناس بلبنان اكيد رح يعرفوا شو هو جرن الكبه، بس بالدول العربيه ما كل يعني هي تقاليد لبنانيه بحت. قلت لهم انه في من زمان كان عاده لبنانيه انه العريس لما بده يتقدم لبي العروس تيطلب ايد بنته لازم يكون قبضاي ويشيل جرن الكبه، جو اشقر عريس لقطه وجاهز ليرفع ليشيل جرن الكبه وشيله شيله لو انه وما بدهم يتعلموا الانترو ما هم وعملنا وفسرنا وحملنا جرن الكبه وشلنا وضلوا يقولوا لي شيلوا 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 يطلعوا فيه شيلوا الليلة ومسكت الجرن وشيلته رفعته بالعالي حملته ولو ما يعطيني بنته كان رح يحرق لي قلبي ومسكت الجرن وشيلته رفعته بالعالي حملته ولو ما يعطيني بنته كان رح يحرق لي قلبي هي تصرخ ليه شيلو هيك بشيلو اوعى الطبقة شيلو 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 وزنه 100 كيلو شيلو 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 هي تصرخ ليه هيدي مشكلة اللغة العربية فيها كتير تمعين يعني مع دايما هيدي ودايما في عندك أغنيات كمان كلماتهم بيحورون إذا الغنية كانت كتير ديسنت وكلماتها مش عن جد نحن نيتنا شو عاطلة لازم تزيد بلا معنى بلا معنى مدري هن العالم نيتهم عاطلة مدري نحن عم نستفزهم للناس جوك قديه بتنزل ميوزك فيديو بمعدل مرتين بالسنة أو ثلاث مرات أقصاها يعني بس إنه مرتين بالسنة وكم فيديو كليب عندك إيه بالجارور؟ عندي بالجارور ستة بالجارور ستة كليبات ما نزلوا؟ ليه؟ في واحد مصور من سنتين وفي خمسة أربعة أو خمسة رح يتصوروا هلأ من هون لأسبوعين تقال لك ليه؟ لأنه عندك فترة صيفية وشغل وضغط وسفر وسهرات أول شيء وجهك حيكون تعبان ما رح تقدر تصور وما عندنا وقت وشغل شغل شغل فبفضل شيلهم هلا من الدربه وبترك عندي ريزيرف للسنه كلها اقدر استفيد منهم على الهواء جو غنيت بدي اياكي انت هيدي ما في حدا بعرفه من الصبايا اللي بدهم يتجوزوا ما بيرجع بغنيها حتاخذ محل الغنيه تبع في دندن لك غنيه هيك صغيره مقطع صغير من غنيه اكيد كنت انا عم بقول لها بدي اياك انت هلا عم بقول لك شو عم بقول لها شيء ثاني يا ريتك مرتي تضل عطول ملزقه فيكي من حنانك اشرب حب ومن حناني اسقيكي يا ريتك تبقي عندي تنامي وتوعي عازندي تدوب قلبي عشفاف أطيب من تمر الهندي يا ريتك تبقي عندي تنامي وتوعي على زندي تدوب قلبي عشفاف أطيب من تمر الهندي الله 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 هيدي رح تكون غنية أكيد من والله نيالا غريس أكيد رح تكون أغنية هيدي عم بقول يا ريتك انت عندي يعني جريس اللي عندي صار له 20 سنه عندي خلص طب لمين لك انا يلا فتحت على الباب عليك يا لا هيدي يلا ظهر منه يا شباب هيدي اللي مثلك انت بغنيها بيار بيكون تحت نصيبه مثلا بيقول يا ريتك تكوني عندي انا صرت بنتي تحت نصيبه انا بقول يا ريتني انا عندها مش عندك انت جو اشقر ب 60 ثانيه رح اطرح عليك اسئله من الاخر قديش فيك تجاوبني على كم سؤال ب 60 ثانيه انت وشطارتك يلا تفضل يلا جو من الاخر لابس او شالح؟ لابس من الاخر مين تقبل يعمل لك ابره مرتك او الحكيم؟ انا من الاخر ترويقه كبه نيه او بيض مقلي؟ قصبه نيه من الاخر عشاء مع جورج وسوف او رغب علامه؟ جورج وسوف من الاخر 8 او 14؟ 14 مقابله تلفزيونيه او عرس؟ عرس قد ايه بتاخذ على العرس؟ الحمد لله مستوره
صوت مين احلى، وائل كفوري او وائل جسار؟ احلى من بعضهم بكثره. جسم مين وائل؟ جسم مين احلى، هيفا وهبي او مايا ديب؟ هيفا. ظالم او مظلوم؟ مظلوم. خين او من خين؟ من خين. فيك تقول اثنين. من الاخر حسابك بالبنك باللبناني او بالدولار؟ الدولار. من الاخر ملوخيه او حمام محشي؟ حمام محشي. محمد منير او عمرو دياب؟ محمد منير. ديو مع نوال الزغبي او يارا؟ نوال. من الاخر سبار او شفط دهون؟ سبار. نوم بالنهار او بالليل؟ بالنهار. البيت بالجمل او ببيروت؟ جمل. 19 جواب، برافو. الاشخاص القليل يلي عطوا هالقد عدد. ما عندك مشكله، دغري دغري بتجاوب. ليش اخترت من خان؟ ها؟ ليه اخترت من خان؟ لانه انا دائما مع المظلوم. جود وان. ليلى بن خليفه من الاخر. من الاخر ما تطول تصوير الفيديوهات جديد، لانه ابار اللبنانيين اللي فيهم يشوفوك هون بلبنان، العالم العربي ناطر جديد منك. ساري الخازن من الاخر. ان شاء الله فارس. من الاخر بجرب انا، بس غبت شوي منك اليوم. ستايل كثير اليوم قوي. انتوا بيت الخازن، يعني نحن اولاد منطقه واحده، بعتقد نحن مع بعضنا. فماشي الحال. ونقرب بالستايل دائما لبعض. انجلت بواب. من الاخر خليك مثل ما انت، ما في لك شيء. واذا شو نهار بدك حدا يعمل لك فيديو كليب قلي لالي. انا صار صارتنا حالك. بس البحثني من الاخر. حبيبي بتعرف كيف بتخلي الناس ترقص وتنبسط وتهيس وبتهيس بتخلي الناس تهيس كانه هذا اخر يوم حتهيس فيه بحياتك. حبيب قلبي انت. بقى بهنيك. انت شاش حرب من الاخر. هاميستو لجو، انا بتذكر وقت اول مره طلعت شو بيمنع شوفك على طول، بعدها لهلا من افضل الاغاني. صح. عندي. صح. ويا ريت بنرجع على شي ستيل من هو ولو لوحده. رح نعملها هلا على فارس ونعمل سجل تراك. اكيد اكيد. وروا لك هذا من الاخر. انا جو كثير بحب ذكائك بالمسيره تبعتك، بتعرف وين تضرب كوميرشال تكسر الدنيا، وين تروح كلاسيك هيك، لعندك تو ماركتس يعني. 100%. بتعقد. انا عندي شغله بس بحب اقولها بتوين براكتس، انه تعقيبا على الكومنت تبع رولا، كل انسان عنده نقاط ضعف بالحياه، اهم شيء الواحد يعرف وين يهرب من نقاط ضعفه، وين نقاط قوته، يركز عليهم ويبرزهم للعالم. وهيدي هيدي فيها نوع من شوي التحاليل المنطقيه. قدرت تحدد نقاط ضعفك مع الوقت؟ كل انسان عنده نقاط ضعف، وانا اكيد عندي كثير نقاط ضعف. قل لي ثلاث نقاط ضعف على السريع. اقوى نقطه ضعف عندي هي الخجل، بغطيها بالعجقه وبالخفقه، يعني بهرب منها. مساحات صوتي، الاشياء اللي ما بقدر اطلع فيها، وهيدا بشتغل على المساحة اللي أنا بقدر أبرز فيها جمالية صوتي. والثالث نقط ضعف لما بنسأل سؤال عن المصاري وبعرف كيف أهرب منه. هيدي هيدي نقطة قوة، كيف تعرف تهرب منه. جو بدي أقول لك إنه أنت مش بس فنان ناجح كثير، أنت شخص بنعمل له حساب بكل حفلة، بكل عرس، بكل محل بتكون موجود فيه. بكل عرس له إرث. لأنه فعلاً بكل عرس، بكل حفلة بتكون موجود، فعلاً الأجواء كلها بتصير مركزة عليك، أنت ملك المسرح والمسرح كثير بيلبق لك، وبينحط كثير بريشر إنه جاي جو أشهر، يعني هيدي إذا بدنا الساعة ساعة ونص ضامنينا إنه كل العالم رح يكون سوبر مبسوطين. الحمد لله، هيدي بعد خبرة، يعني أكيد الموهبة موجودة. والخبره اكيد بتضيف كثير اشياء على التفاعل مع العالم، بتخلي اللي هي اما شيء، وهذا اكثر ميزه لك اليوم وبتميزك عن باقي الفنانين. طبيعي، ولما بيصير عندك الخبره الكامله كمان هذا بينعكس ثقه للنفس منك انت، بتصير عندك طريقه تقدر تتحكم بنفسك وتقدر تتحكم بالستيج اللي انت موجود. جو شهر بيلبق لك النجاح، ان شاء الله دائما بنشوف اغاني جديده، كليبات جديده، ودائما نجاحات عديده. ثانك يو سو ماتش لانك كنت موجود معنا. بريك جديد بحلقتنا، ما تروح على محل، خليكم عم تواصلوا معنا على تويتر، انستغرام وفيسبوك. بريك كثير صغير وبنرجع. Yeah.